بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ الإيعاز 4. طبعا هنا احنا هواي كتبنا عن هذا بهذا الفايل. راح اسوي فايل جديد، راح اسوي هنا نيو، شوف فتح لي فايل جديد، راح اقول له clc clear، وراح اسيفه باسم مثلا 3 بيات سيف. هسه راح اسد هذا الاي واشتغل على البي. شوف لو تلاحظوا هنا هذا الاي القديم مالتنا وهذا البي الجديد اللي هو هسه احنا اخذناه، تلاحظون هذا هو مالتنا. زين نجي هنا، خلينا نجي نشتغل على يمن على هذا البرنامج. نجي على الفور دالت او مو دالت، عفوا إيعاز الفور اللي هو اف او ار، شو يسوي؟ استخدم على مود يسوي لي لوب. مثلا اطيف ورا الفور متغير، مثلا اقول الاي فور اي ايكوال يساوي من واحد مثلا الى خمسه. هاي معناه شنو؟ الاي اخذه من واحد الى خمسه. هنا مثلا اقول له اطبع لي الاي، انت اقول له اند. هاي شنو معناه؟ اقول له فور اي يساوي من واحد الى خمسه، اطبع لي قيمه الاي. هنا هو شو راح يسوي؟ الاي اول مره راح ياخذه واحد، يوصل للاند يزداد الاي بمقدار واحد ويرجع. الاي ايش قد راح ياخذه؟ اثنين. وهكذا يظل يفتار الى ان يكمل عدد الاي. خلينا نجي نباوع هسه شلون اذا نفذناه. خلينا نجي هنا ننفذه. هنا شلون انفذه؟ راح اكتب اسمه بي 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 انت. اوكي هسه شوف لو تلاحظ كل شيء ما صار. ليش؟ نفس قبل شوي اللي اخذناه. شوف هسه مكتوب ستار لان انا ما مسيف، راح اسيفه. راح اجي هنا من جديد، راح اقول له بي 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 انت. شوف ايش سوى، انتبهوا لو تلاحظون سوى هنا. اخذ الاي اول مره ايش قد اعطى؟ واحد. بعدين ايش قد صار؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. سوى كل ما الفور شو يسوي؟ ويا كل فور هنا، ويا كل فور أول مرة الآي ياخذ واحد، بعدين يرجع من يوصل للآند يرجع من جديد إما للفور الآي ياخذ اثنين وهكذا. أردت مثلا أسوي ستيب ستيب، مثلا إذا يزداد اثنين اثنين راح أكتب هنا اثنين نقطتين. أقدر أكتب بين أول قيمة وبين آخر قيمة بيناتهم أكتب الستيب. هاي معناها شنو؟ الآي أول مرة أخذ واحد، بعدين أخذ اثنين، بعدين زود اثنين يصير ثلاثة، بعدين زود ثلاثة يصير خمسة. لو اجي هنا اسيف واجي هنا راح اجي انفذه، راح اقول له هنا سي ال سي، راح اقول له بي 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 نفذ. ايش طلع لي هسه؟ لو تلاحظون الآية اخذها مرة واحد، مرة اخذها ثلاثة، ومرة خمسة، حسب شنو؟ حسب الدالة اللي احنا قبل شوية اخذناها. زين خلينا ناخذ مثال الموجود من المحاضرة ونشوف شنو فائدته، اللي هو هذا المثال مالت الفور. او قبل ما ناخذ هذا المثال خلينا ناخذ او خلينا نفترض انه مثلا انا اريد اخذ سميشن، اريد اخذ سميشن لمن؟ سميشن للقيم من الواحد مثلا للخمسه. اريد اسوي سميشن قيم من الواحد للخمسه، شو راح اسوي؟ اول مره هنا افرض متغير اللي هو خليني اسميه اس ايكوال صفر، لانه سميشن المفروض ابدي صفر. شو راح اقول له هنا؟ راح اقول له اس يساوي اس زائدا اي، فارزة منقوطة. هاي شنو معناها؟ بالأخير بالنهاية أقول له اطبع لقيمة S. هاي شنو معناها؟ أول مرة الاس جت قيمتها راح تكون، راح تكون صفر. راح يجي بالبداية شو يقول له؟ يقول له الصفر يجمع لي ويا الآي اللي وجت قيمته بالبداية الآي واحد. راح يصير جت قيمة الاس راح يصير واحد وخذ لي بالاس. فهنا الاس راح يصير قيمته واحد. من يجي هنا من جديد أقول له اند راح يرجع من جديد. هسه الاس هنا جت قيمته؟ قيمته واحد. راح يجمع لي اياه ويا من؟ ويا الاي اللي هو الاي. ايش قد صار قيمته؟ ازداد بمقدار واحد، يعني ايش قد صار قيمته؟ اثنين. ايش قد راح يصير الناتج المجموع؟ راح يصير المجموع ثلاثه، راح ينخزن وين؟ هنا. وهكذا يستمر الى ان يكمل اللوب كله، بالتالي الاس راح يكون مجموع شنو؟ مجموع القيم من واحد الى خمسه. خلينا نجي ننفذه ونشوف الناتج شلون راح يصير لنا هسه هنا. راح اقول له رن. شوف ايش طلع لي الناتج هنا؟ طلع لي 5 15 اللي هو مجموع من 1 الى 5. خلينا لو نجي شو نريد نسوي؟ مثلا خلينا نقول نريد نخلي ويا كل حاله يطلع لي القيمه، فامسح هاي النقاط. راح اجي هنا ايش اقول له؟ اقول له رن. تلاحظون اول مره طلع لي قيمه 1، بعدين مجموع الواحد ويا الاثنين، مجموع الثلاثه ويا الست ويا الاربعه، ثلاثه مجموع السته ويا الاربعه، مجموع السته ويا الخمسه 15، وبالتالي طلع الناتج ال 15. خلينا نجي هسه ناخذ المثال قبل شوية قلنا الموجود بالمحاضرات ونشوف شنو فائدته او شو يسوي. لو اجي انتبه لهذا المثال، لو اجي انتبه لهذا المثال زين، خلينا نجاوب على هذا المثال. شنو فائدة المثال؟ مرات انا اجيب لك بالامتحانات او بالسؤال يجيك مثلا
اعطيك فد شنو، اعطيك فد برنامج واقول لك شنو الفانكشن مال هذا البرنامج، يعني شو يسوي هذا البرنامج. نجي نحلل البرنامج، خلينا نشوف شو يسوي. اول مره يدخل قيمه الاي ويدخل قيمه البي، اذا صارت عندي هنا قيمتين اي وبي. زين، بعدين يفرض متغير اس شو يساوي لصفر. هنا سوى فرض متغير سماه صام اللي هو صام شو يساوي صفر. اوكي هذا متغير صام اسمه صفر، انتهينا من عده. سوى هنا سوى فور اللي هو هذا الايد مالته، هذا الفور، هذا الفور وهذا الايد مالته. ايش قايل؟ قايل هذا الايد مال هذا الفور، قال الاي قيمته من الاي للبي، بمعنى اخر انه الاي راح يتغير ابتداء من الاي الى البي. خلينا نقول اذا كان الاي 5 والبي 10، فالاي معناها قيمته من ال 5 لل 10، يعني راح يبدي 5 6 7 8 9 10. زين اوكي، سوى فور الاي قيمته من الاي الى البي، شو راح يقول لك؟ راح يقول لك اف مود اي ويا الاثنين يساوي صفر، بمعنى اخر اذا كان الاي زوجي سوي اجمع لي اياه ويا الصم وخزنه بالصم. بمعنى اخر شنو؟ انه يجي يشيك شنو؟ رقم للاي اللي هو من الاي للبي، اذا كان زوجي جمع، اذا كان فردي كل شيء ما يسوي له. بمعنى اخر هذا البرنامج يجمع الاعداد الزوجيه المحصوره بين الاي والبي، مثل هذا الجواب اريدك تجاوب لي اياه. تقول لي هذا البرنامج يجمع الاعداد الزوجيه المحصوره بين الاي وبين البي. هسه من اجي اقول له ران راح هنا شو يطلب من عندي؟ راح يطلب من عندي قيمه الاي، راح اقول له مثلا 5 انتر، البي مثلا 10 انتر، راح يقول لي مجموع الاعداد الزوجيه المحصوره بين الخمسه والعشره هو 24. خلينا نتحقق، ايش عندي اني؟ عندي 6 زائدا 8 زائدا 10 انتر 24. اذا صحيح جمع الاعداد الزوجيه المحصوره بين من؟ بين الخمسه وبين العشره. وبهاي الحاله احنا عرفنا شلون اقدر استخدم الاعاز فور. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح ناخذ انه شلون نستخدم الاعاز وايل. الاعاز وايل اللي هو بينما، اللي هو تقريبا نفس الفور بس شنو فيها كمالته؟ بي شارب. خلينا ناخذ هذا المثال وننفذه ونشوف شنو قصدي بالشرط مالته. باول هنا لو تلاحظون، خلينا نجي نفتهم شنو الوايل. الوايل شنو معناه؟ الوايل مثل الفور، بس الفور انت تحدده ببدايه ونهايه، مثلا تقول له فور اي يساوي من واحد مثلا للعشره، وش راح يسوي؟ الاي كل ساعه يغيره، من يوصل للعشره ينتهي يتوقف. هنا لا، هنا شو اقول له؟ انطيه شرط، اقول له وايل معناه ما دام الاي اصغر من البي شو يسوي؟ يسوي دو، يعني هو شو يسوي؟ ما دام تحقق هذا الشرط راح ينفذ ذن الخطوات ويرجع من جديد، من يوصل للاند يرجع من جديد للوايل. اذا الشرط بعده متحقق ينفذ الخطوات، من يوصل للاند يرجع من جديد، ما طول الشرط بعده متحقق ينفذ الخطوات اللي بين الوايل والاند. شو وقت ما الشرط ما تحقق راسا يعبر لمن؟ يعبر للخطوه اللي هي جوا الاند. هسه وضحت الوايل فكرته؟ انه شنو؟ اذا تحقق الشرط ينفذ الخطوات ويرجع من جديد، ما طول الشرط متحقق ينفذ الخطوات اللي بالداخل ويرجع. شو وقت ما هذا الشرط ما تحقق ينتهي من اللوب يطلع ويبدي ينفذ الورا. خلينا نجي نفتهم هذا الاعاز او البرنامج. هذا البرنامج شو يسوي؟ يدخل قيمه للاي وللبي ويفرض الصم قيمته صفر. يجي شو يقول له؟ شو يقول له؟ يقول له الوايل يقول لك ما دام الاي اصغر او يساوي البي فنفذ ذن العمليات. خلينا نجي ناخذ ارقام. خلينا نفترض الاي قيمته 5 والبي قيمته 10، فهنا ما دام الاي اللي هو شو قيمته الاي؟ قلنا 5 اصغر من العشرة، يعني هي صح اصغر من العشرة، اذا راح ينفذ ايش راح يسوي؟ راح يجمع الاي ويصم ويخزنها بالاي. اجى سوى ضيف للاي واحد، ايش قد صار الاي؟ 6 صح ولا لا؟ كان 5 بس ضاف له واحد صار 6، رجع من جديد. الستة بعد هي اصغر من العشرة، نفذ هم جمع. اجى صارت الاي 7، رجع 7 بعدها اصغر من العشرة، نفذ. وهكذا راح يبدي يستمر الى ان يجمعهم كلهم. اذا هذا البرنامج شو يسوي؟ يجمع القيم المحصورة بين الاي والبي. يعني هذا الوايل اللي هسه استخدمناه مجرد صار كانه شنو؟ كانه لوب. هسه لو اجي اريد انفذ شو راح اقول؟ يقول اعطيني قيمة الاي، راح اجي مثلا اعطيه الاي 5
دور انطيل بي ايش قد مثلا 10 ايش طلع لي 45 خلينا نتاكد هل صحيح انه مجموع سوى هذا البرنامج مجموع من 5 ل 10 راح اقول 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 زائد 9 زائد 10 ايش طلع لي 45 اذا هذا البرنامج هو يسوي عمليه جمع من الاي الى البي وبهاي الحاله فهمنا شنو اللي عاز وايل وشلون نقدر نشتغل به بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح ناخذ اللي عاز كونتينيو اللي هو هذا امامكم هذا شنو الكونتينيو انتبهوا هذا شفت شيء كلش مهم الكونتينيو شنو الفائده من عده الكونتينيو طبعا دائما يستخدم ويا من ويا الفور اكثر شيء شنو فائدته الكونتينيو اذا تنفذ شي يسوي ما راح ينفذ لي العازل اللي ورا مباشره من الكونتينيو يرجع وين يرجع للفور من جديد يعني يرجع منا لهنا يعني الخطوات من الكونتينيو لحد الاند مالت الفور يعني هاي الخطوات منا لحد الاند مالت الفور ما راح تتنفذ يعني اذا تنفذ الكونتينيو مباشره يعبر المن للاند مالت الفور ويرجع من جديد للفور ويتنفذ اما اذا ما تنفذ الكونتينيو فتكمل عادي يعني يكمل الخطوه هاي وتكمل هاي الخطوه وتوصل للاند وارجع من جديد اذا الكونتينيو شنو فائدته يعبر لي الخطوات اللي من الكونتينيو لحد الاند ويرجع بالفور من جديد خلينا نجي نفهم هذا اللي عاد شو يسوي البرنامج البرنامج يدخل لي قيمه المن للاي وقيمه المن للبي وينطي للمتغير صم قيمته صفر يجي شو يقول فور اي فور اي اكوال من اي الى بي يعني راح اخذ شنو قيم المتغيرات من الاي للبي يعني خلينا نقول الاي 5 والبي 10 الاي راح يساوي لي قيمه 1 من الواحد من العفو من الخمسه المن للعشره شو يقول يقول اذا مود الاي 2 اكوال 1 هاي شنو معناه معناه اذا كان الاي فردي فش سوي كونتينيو كونتينيو يعني شنو عبر لي هذا الصم اما اذا كان الاي مو فردي لا تعبر لي هذا الصم لان الكونتينيو ما راح تتنفذ فمعناه شنو اذا كان الاي فردي كونتينيو يعني عبر لي الصم يعني لا تجمع اذا كان الاي فردي كونتينيو يعني لا تجمع اما اذا الاي زوجي شو تسوي اجمع لان الكونتينيو ما راح يتنفذ لذلك هذا البرنامج شو يسوي يجمع الاعداد الزوجيه المحصوره بين الاي والبي خلينا نجي ننفذها ونشوف راح اقول له رن راح اجي هنا ايش اسوي امطي قيمه للاي مثلا خلينا نقول له مثلا 4 انتر اعطي قيمه للبي مثلا 10 هذا ايش راح يسوي اعطاني الاعداد الزوجيه المحصوره بين الاي والبي خلينا نجي نقولها نجي نتحقق 4 زائد 6 زائد 8 زائد 10 ايش يساوي لي 28 اذا بهاي الحاله انا قدرت اعرف شنو الداله مالت العاز كون بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نجي ناخذ نعرف الداله الثانيه او الاعاز الثاني اللي هو مرادف للكونتينيو اللي هو بريك شنو الفكره من البريك البريك تقريبا نفس شغل الكونتينيو بس عكسه شنو العكس البريك دائما يستخدم ويا من ويا الفور متى ما تنفذ يعني شو وقت ما تنفذ البريك راسا يطلع من اللوب يعني مو يرجع عليه راسا يطلع قبل ينزل على يمين ينفذ الخطوه اللي ورا الفور بمعنى اخر انه انا اذا اي شرطه كتبه هنا شو وقت ما تحقق يطلع قبل من الفور بعد ما يروح للفور راسا يعبر للخطوه للفور الفور بعد الفور اصلا ما يشتغل اذا البريك شنو فائدته من اسمه بريك يقطع عمل الفور نهائيا خلينا نجي نفهم هذا البرنامج هذا البرنامج اعطاني قيمه للاي واعطاني قيمه للبي خلينا نقول هنا 5 ب 10 الصم اعطاه بالبدايه صفر ايش قال؟ قول فور اي من الخمسه الى الالف ليش الطرقم كبير؟ لانه هو ما يعرف ايش قد قيمه البي فالطرقم فات كل الشبير مجرد هيك يعني لل 10000 اي رقم كان ايش راح يسوي؟ راح يجمع شنو الصم يساوي لي صم زائد اي معناه هنا ايش راح يسوي؟ راح يطلع المجموع من الاي لحد ما اعرف شنو اللي وصل له شلون اقول له يابا انا اريد من الاي للبي يا اما اكتب هنا بي عمود اقول يابا اجمع لي الاعداد المحصوره من الاي للبي او شو اسوي؟ انطف الشرط شنو الشرط؟ اقول له اذا الاي ساوالي البي شنو؟ بريك توقف يعني اطلع من اللوب فبهاي الحاله ايش راح يسوي؟ راح يدي الاي ياخذ 5 يجمع يرجع من جديد لان بعد ما ساوالي 10 يرجع ياخذ 6 7 شو وقت ما الاي صار قيمته 10 سوى بريك راسا سوى راسا طلع من كل اللوب وبهاي الحاله قدر يسوي فور بدون ما يحدد الرقم الثاني خلينا نجي ننفذه ونشوف راح اقول له رن اعطيني قيمه الاي مثلا هنا اعطيني مثلا الاي 10
العفو الاي مثلا 5 انتر الاي بي مطيع 10 راح يعطيني مجموع من الاي الى البي.